في الأعالي يرفرف شامخا كشموخ جيل ورث جينات الحب للوطن. وهنا الأنبار التي روى قادتها قلوب أبنائها في أن تعود للأرض صورتها الزاهية، وتعود للأنبار قصتها، ويعود للعراق مجده واعتزاز أجياله بماضيه وحاضره ومستقبله. وعلى يد الجيل العراقي في مقطع فيديو أثلج قلوب المتابعين والمشاهدين، كانت لتلك اللحظات من شموخ في مراسم رفع العلم العراقي ما يثمن جهود قادة الأنبار بناء صروح العلم والبناء. وكان أطفال الأنبار رجال الوطن شامخة رؤوسهم لأجل راية العراق، راية توحد الجميع لأجل جميع البلاد، لأجل أن يظل مرفوعا كما هي الهامات والقلوب والجوارح تحمي ثرى الوطن. ويعزف النشيد الوطني باسم العراق، فهل أراك في علاك تبلغ السماء؟ الإجابة ثابتة في الأرض ورايتها تحلق في السماء. والأنبار تزف كل إنجاز ولد فيها ونما على يد رجال أوفياء لها كما هم أوفياء للعراق. فإذا كان الحلبوس شيخ السياسيين فيها وعلي فرحان محافظها، فهنا لا خوف على مستقبلها لتكون المدرسة عراقية تبني صورة المستقبل.